يعطيك العافية. أهلي الله يعافي. ليش ما وقفت بالموقف الرسمي؟ أنا ما دخلني، هو اللي قال لي وقف هون. يعطيك العافية معلم. أهلين، أنت قلت له وقف هون؟ ليش أنا شو دخلني؟ أنا شو لي علاقة؟ شلون شو دخلك؟ مو أنت قلت لي ما حدا بيسترجي يشحطك وأنا موجود؟ لك مو هيك قلت؟ إيش وجاية تتبلانا أنت؟ أما ناس آخر زمن. يعطيك العافية. إذا سمحت أعطينا أوراقك. ما في خواص، النهار محكر من أوله. سمحت ابو الشباب، قيم ايدك عن كتف البنت يلي جنبك. ليش شو دخلك انت؟ يخرب بيتك على قلة الذوق، شلون شو دخلني؟ احترم حالك، ها هي بتكون خطيبتي ونحن بنحب بعض. حبك برص انت وياها، ما لقيتوا تعشقوا وتتمعشقوا الا بالميكرو تبعي. لك انتبه انتبه. الله يستر يا رب. يا رب يسترك. طمني يا اخ، صار لك شيء؟ ولك بس بدي افهم شو صاير لك انت؟ مالك شايفني عم بقطع الشارع؟ وين عيونك اه؟ بسيطة يا اخ، ولا يهمك، حقك علي، صدقني ما شفتك الا صرت بخلقتي، وحميد ربك اني مركب كوليهات جديدة للفرام، والا كانت راحت عليك لا سمح الله. شو هالحكي؟ شايف شو حظي حلو؟ على كل حال الحمد لله على سلامتك، وانا من رأيي يا اخ اني اخذك على المستشفى حتى تعمل هنيك فحوصات عامة واطمن عليك. لا لا ما في داعي. ما فيني شيء. ولك حبيبي اضمن، شو بتخسر انت؟ ولك يا حبيبي خلاص ما في داعي، ها مالك شايفني مثل الحصان. الف الحمد لله، الحمد لله يا ربي. طيب اطلع لنا نوصلك بطريقنا. لا لا معلش مستعجل وبدي اخذ تاكسي. فاضي؟ شو في يا شباب؟ ليش التجمع؟ ما في شيء، شاب اندعس بس الحمد لله اجت سليمه. وينه الشاب اللي اندعس؟ راح بحال سبيله. انت شفير المترو؟ ايه انا. وين الشاب اللي دعسته؟ ومين قال لك اني دعسته؟ نكشته نكشه صغيره بطرف الرفراف. نكشته ولا دعسته؟ عم بيقول لك وينه؟ شو بيعرفني وينه؟ راح. لوين راح؟ لك شو بيعرفني؟ ما سالته. وانت شلون بتخليه يروح؟ لك انا شو بدي اعمل له؟ اعتقله؟ جنزره بالجنزير؟ هلا عم تخفف دم ولا عم تجذبها؟ ما عم خفف دم. كان المفروض فيك تخليه واقف هون لحتى نكتب فيه الضبط ونحوله على المستشفى ونشوف حالته الصحيه، هيك المفروض. لا لا ولا يهمك، من الناحيه الحمد لله حالته الصحيه ممتازه وما شاء الله كان حوله وحواليه. دغري وقف على رجليه ومشي مثل الحصان وكانه ما صار له شيء. ايوه يعني حضرتك اللي فحصته؟ ومن امتى حضرتك صرت دكتور؟ ها؟ يا جماعة انتوا ليش هيك معقدين القصة؟ الزلمة ما صار له شيء، حتى سألوا الشباب. يا حبيبي هذا الطبيب الشرعي هو اللي بيقرره، مو انت ولا الشباب. بعدين بلكي معه نزيف داخلي ومو حاسس على حاله مثلا. يعني اذا طبه مات بعد ساعة او ساعتين مين بيكون مسؤول عن وفاته؟ ها مين؟ فال الله ولا فالك يا شيخ، بعيد الشر عنه والله يحرسه لشبابه. ما وصلت القصة لهون. وشو درك انه يكون معه كسر او شعر بالعمود الفقري وما انتبه له؟ هذا الشيء ممكن يعمل معه مضاعفات بالمستقبل. طبعا، وفي احتمال كبير انه ينشل او انعطب، بتكون انت المسؤول على عطبه. صبر جميل وبالله المستعان. هلا دغري رح تعطبوه للزلمه؟ عم قلكم ما صار له شيء، ما صار له شيء. بعدين الضربه كانت خفيفه كثير، يعني يا دوب الرفراف القداماني ضرب برجله لما ها شفت شلون؟ معناته الرفراف ضرب برجله، معناتها اكيد رجله انكسرت او انشعرت ومو حس عليها المسكين. وهلا بيكون ملحوش بشي قرنه وعم يصرخ ويتالم من وجعه. طبعا طبعا، هذا اذا ما صار الكسر مضاعف لانه مشي على رجله. لك شلون بتخليه يمشي على رجله بعد الضربه؟ اه شلون؟ شو انت ما في بقلبك رحمه؟ نو. لك صدقوني يا جماعه طلبت منه اني اسعفه على المستشفى بس هو ما قبل، حتى سالوا الشباب. لك ما قبل يا اخي ما قبل. شو اعمل له؟ احمله بالزور؟ احمله بزورنا المستشفى؟ شيء اما هاي سمعه. هلا لا تطول لا تقصر، امشي معنا على المخفض وريك احكي لي بدك اياه. لا شو المخافر يا جماعه؟ مو محرزه كل القصه، القصه مو محرزه. هلا خلصنا من هالعي وامشي معنا على المخفر، بدنا نكتب ضبط ونخلص من هالعي. لا حول ولا قوه. ما بس نشوف حادث بعيوننا بنسكت عليه. الله يطولك يا روح، خلص يا شباب، الله يرضى عليكم.
مشولنا يا هالمرة بلا ضبط. صدقوني الشغلة مو محرزة. اسحب ايدك من جيبتك ها، ولا تحاول معنا محاولات سخيفة. نحن لا بنرتشي ولا بناخذ، وبحياتنا ما مدينا ايدنا لمخلوق، فهمت؟ راتبنا طامرنا تمر. ها راتبكم طامركم تمر وما بترتشوا؟ ايه. الله يسمعنا الاخبار الطيبة. لك الله يعزك يا حكومة مثل ما عم تعزي رعاياتي. يلا صف لي هالميكرو على اليمين ونزل لي هالركاب بسرعة. يلا والحقني على المخفر. لك بسرعة تحرك. يا على عيني وراسي، تأمر أمر. يلا يا شباب عوفت رايحين على المخفر. روح حبيبي روح، قلبي معاك. لك روح أنت يلعن، روح كلها في حبابك. يلا امشي روح. اللهم يا عالما بحالي وما يقول إليه مآلي، قرب مني ولادين الحلال يا رب. امشي امشي يلا. وين الضحية هلا؟ أنا ضحية حضرة مساعي، تفهم تمك؟ دخيلك ما في لا ضحية ولا محية. الزلمة وقف على رجلي ومشي وعين الله عليه. ها ولو وين مشي؟ ما بعرف والله، شو بعرفني ما سألته. المفروض ما تخليه يمشي، ما يتزحزح من مكانه. المفروض يجي لهون ويخبرنا أنه ما صار له شيء، ولحنا منسكر الضبط ويا دار ما دخلك شر. حضرة المساعد اسمعني وفهمني دخيلك. والله الفهم حلو، وانت هيك على ما يبدو شخص فهيم وراكز وبتلقط على الطاير ما شاء الله، وكان حولك وحول امثالك ويخليك لامك. يعني لو كان هالزلمه حس بشي وجع او نخزه او اي عامل تاني ما كان مشي، كان اجا واشتكى دغري. مزبوط ولا لا يا حضره المساعد؟ ولك يا اخي مو انت اللي بتحدد هالشي، يلي بيحدد هالشي الطبيب الشرعي. ولا تستبعد ابدا انه يجينا بلاغ عن هذا الشخص بانه داخل الطريق او غوطن او التحش عرصيف بدون ما حدا يعرف السبب، بينما بتكون انت المسبب الحقيقي. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب سيدي شو العمل هلا؟ شوف يا اخ، انا راح ساعدك من جوات قلبي وبكل الفهم اللي بملكه. باختصار لحنا المفروض نحجزك عنا يومين ثلاثه حتى نتأكد أنه ما حدا بلغ عن هذا الشاب، وبعدين بنطلق سراحك. أو شو سيدي؟ أو بتروح بتجيبه لهون وبيكتب لنا تقرير أنه معافى وسليم وما تعرض لأي أذى نتيجة هذا الحادث. ساعتها بس ممكن نسكر الضبط ونفرج عنك. بس يا سيادة المساعد، ما في بس، في حياة مواطن بخطر، ولحنا ما ممكن نتساهل بأرواح المواطنين بالطريقة اللي عم تفكر فيها هي. يكون بعلمك نحن أقدس شيء عنا هي حياة المواطن وروح المواطن وصحة المواطن، وشغلتنا هون بالتحديد إنه نحمي أرواح وممتلكات المواطنين من العابسين والمستهترين. فيا أما بتروح بتجيب المواطن اللي دعسته لهون، يا أما من دكك بالحبس، والخيار لك. بس يا سيدي أنا ما بعرفه لهالزلمة اللي نكشته بالسيارة، أقسم بالله العظيم ما بعرفه ولا بعمري شفته، بقى شلون بدي يروح دور عليه؟ الله يخلينا يا ما بعرف، هي مشكلتك مو مشكلتنا، ويلي بيدور بيلاقي. بقى نزير على الشارع اللي صار فيه الحادث واسأل المرة أصحاب المحلات الدكاكين، وإلا ما توصل النتيجة. طيب أمري لله، بس بترجاك يا حضرة المساعد تبعتوا معي كم محقق لحتى نقدر. لا 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 لا، شو عم تحكي أنت؟ معقول؟ شو المحققين مو فاضيين غير إلك؟ خلاص روح اتكل على الله وجيب اللي دعسته لهون. وينك؟ معك يومين مو أكتر، والمكرو رح يضل عنا بالحجز والصون لبين ما ترجع. حجزت المكرو يا ابني؟ حجز نفسي. يلا كساب الوقت ورجع لعندي. الله معك. ماشي الحال، لا تأخذونا دخيلكم. ومنين بدك تلاقي الزلمة اللي دعسته؟ لك لسه بتقول دعسته؟ ما دعسته ما دعسته ما دعسته. فاسد بتمك، انا نكشته نكشة صغيرة بالرفراف الميكرو وبس. طيب ما اختلفنا، منين بدك تلاقي هذا الزلمة اللي نكشته برفراف الميكرو؟ شو بيعرفني وين بدي لاقي؟ اصلا ما عاد اتذكر شكله. طيب الشرطة يلي كانوا واقفين وقت الحادثة ما بيعرفوه؟ لمين؟ يو للشاب اللي اندعس. لك امزاهر حاجة تقولي اندعس؟ حاجة انا ما دعست حدا. هلا طول بالك علي وحاجة تعصب، شو صار؟ ازلقنا يا عيني. بس هلا انت جاوبني على سؤالي. لا ستي الشرطة ما بيعرفوه،
أصبح خلاص محلولة. لك شلون محلولة بقى؟ اتفق مع أي زلمة وخذ لهم إياه وقول لهم هذا هو الزلمة اللي دعسته، قصدي يعني اللي نكشته بالرفرف. هيك فكرة؟ شو بدك تعمل لك؟ العمى كيف ما خطرت على بالي هالشغلة؟ فعلا يا أم زاهر ما في غير هالحل. بس تعي لقلك بركي كشفوني. شلون بدهم يكشفوك وهن ما بيعرفوا الزلمة من عين أصله؟ أصبح ما في قدامي غير هالحل. بس يا ترى مين هالزلمة اللي راح يتطوع ويروح معي على المخفر؟ شوفوا على السؤال شوفوا. لك حبيبي شف لك شي واحد معتر وفقير على باب الله وناوله قرشين بإيده بيقوم ساعتها بيحكي اللي بدك يا أنت، يعني صعب المسألة؟ خلاص لقيته. مين هو؟ صبحي. مين هو هاد صبحي؟ ولك هذا الشاب يلي كان يشتغل معي وردية على الميكرو، المسكين هلأ قاعد برا شغل وراح يفرح كتير بهالاستفادة. وهالشاب مضمون؟ ايه مضمون وعلى قد ايدنا ولا يهمك، ومن بكرة الصبح راح اروح واتفق معه. خلاص فوري جد. حفظت شو بدك تقول بالمخفى؟ حفظت معلم ولا يهمك. اوعى تتلبك ها، وحط باعتبارك انه الشغله ما فيها شيء بخوف، يعني كلمتين ورد غطاهون، واذا بدك تتلبك او تتمكمك بتفوتنا بالحيطه، فهمان شو عمل لك؟ بس المشكله يا معلم انا بحياتي ما فت على المغفر. ولك يا صبحي انت هلا مالك فايت على المغفر على اساس انك مزني، انت فايت على اساس انك ضحيه، يعني انت هلا مواطن ذو قيمه واهميه، والشرطه والدوله والداخليه كلهم بدهم يطمئنوا على سلامتك، يعني رح تفوت معزز مكرم ورح تطلع رافع راسك ويمكن يشربوك قهوه كمان. لا معلم ما في داعي، اصلا القهوه بتعمل لي ضغط. ماشي الحال، امسك اعصابك الله يرضى عليك، وهي 200 ليره دفعه مبدئيه و200 بس تطلع من المخفر، منيح هيك؟ كثير منيح معلم، كثير منيح، الله يعطيك العافيه. امشي معي لقلك، امشي، تعال. وقفوا وقفوا. تحياتي حضره المساعد. أهلين. ما تذكرتوني سيدي؟ مبلا تذكرتك، مو أنت الشوفير اللي دعس واحد مبارح؟ مبلا أنا هو. طيب وين الضحية؟ وكل الله يا سيدنا وكل الله، شو الضحية؟ ليك وينه؟ دورت عليه دورت عليه حتى لقيته، قرب لقلك قرب. سيدنا هي زلمة قدامكم، افحصوا على مهلكم وعاينوا قد ما بتقدروا وقلبوا بلا معنى، بإذن الله ما رح تلاقوا فيه بلا. ليك قدامكم مثل الحصان. سيدنا تأكد انت على نصتك، سمعنا. معك هوية؟ عفوا ايه طبعا معي هوية. تفضل. ايه يا صبحي احكي لنا شو صار الحادث. حاضر سيدي حاضر. سيدي هذا كنت انا ماشي على الصريف وقصدي عرصيف عرصيف، وكان بدي اشرع القاطع اقطع الشارع. انو شارع؟ التقدم سيدنا، بدي يقطع التقدم. انت سكوت ولا كلمة. حاضر سيدنا. احكي يا صبحي تابع. المهم سيدي لما جيت لأشلح لأقطع الشارع، المهم اجى الميكرو اللي راكبه للسائق، وقصدي السائق راكب الميكرو وهجم علي لك شو هجم؟ شو هجم؟ شو هجم يا حبيبي؟ زين ملافظك الله يرضى عليك، منين جايب هالملافظات؟ كلامك محسوب عليك مخفر هون. كلمة تانية بزتك جوا ولا حرفة. حاضر سيدي حاضر، بس أنا ما كنت هاجم، كنت ماشي على مهلي. كلمة هاجم معناها مستقصده للزلمة. يلا خلينا ياك. ولك خلاص فهمنا، خليه يكمل. إيه وبعدين شو صار؟ سيدي حلمي بخدمك يا سيدي، خدني بحلمك يا سيدي، الله يوفقك. ولك ايه شو صار؟ سيدي بعدين ما صار شي سيدي، لانه كان نكشني الميكرو وبس وقعت بس. ولك احكي بس شو؟ لا جيت له مشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبحي شو صار لك؟ بعدك بعدك بعدك. طب وش يا أخي، اسعى بسرعة. أوام
مات الزلمة. مات؟ نعم مات، بس الله كبير، منيح اللي حكاها كلمتين قبل ما يموت، وإلا كان ضاع غريمه. شو يعني؟ شو ضاع غريمه؟ يفضح حريمه؟ يعني أنت سبب موته. شفت بقى شلون كنا على حق لما قلنا لك الجسم لما بياكل الضربة ويكون حامي ما بحس فيها؟ يا ابني اطلب لي الطبيب الشرعي بسرعة ودكوه بالحبس فورا. حاضر. طولوا بالكم يا سيدنا، طولوا بالكم بشان الله، شو بدكم ما بدكم؟ الموضوع كله تمثيل، تمثيل يا جماعة، والله تمثيل، الله وكيلكم، والله على ما أقول شهيد، إنه مو هذا الزلمة اللي نكشته، أصلي مو هذا اللي نكشته. يا جماعة أنا نكشت واحد تاني ولا واحد تاني يا جماعة، ما بعرفه، والله العظيم ما بعرفه، والله على ما أقول شهيد يا جماعة. إيه بس بس، حاجتك زعبرة، أنت اعترفت بعظمة لسانك، والضحية حكى كل شيء، اسحبوا له جوا على السجن. لك يا جماعة مو أنا، والله مو أنا، مو هو، أنا ما شفت لك نهاري محكر، صوت مسجلة، بنت حاطة إيدها على كتف الشخص، قلت لها انتبه، انتبه، ما كان ينتبه، بعدين